يقول إذا لاحظنا البدعة في بلدنا ولم ننكرها فهل علينا شيء؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما الذي لا ينكر المنكر هذا ليس بمؤمن، قوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه هذا ليس فيه إيمان. نعم.